اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء كل ليله سبت والاهلي خط احمر. يظل النادي الاهلي خط احمر بقيمه ومبادئه ورسالتنا اللي احنا متمسكين بيها ضد حاجات كتير جدا ممكن تسمعوها او تشوفوها عشان ضد النادي الاهلي، بس دورنا هنا دايما بنوضح، دايما بنرد، دايما بنكون الصوت اللي انتم منتظرينه يعبر عن النادي الاهلي وقضاياه ويتبنى دايما مواقفه. طبعا كان عندنا مباراة مهمة امام نادي فاركو، يمكن كانت بعد تعثر امام نادي فيوتشر، ويمكن ده اللي ادى مباراة صعوبة اكبر، لان انت كنت عايز تتجنب فكرة ان المباريات تبدأ تحقق فيها نتائج سلبية ونتعرض لفكرة ان انت تحبط نفسيا او ان انت تحس ان الامور مش ماشية بشكل افضل. فكان الفوز مهم رغم ظروف كتير جدا ورغم حاجات شفناها كتير جدا اكيد هنتكلم معاكم عنها بالتفصيل، ولكن المهم ان انت خرجت بالثلاث نقاط، كان شيء مهم جدا، كان في النهاية نتيجة رقمية مهمة بتحافظ ليك صدارة جدول الترتيب، وعندك كمان رحلة مع نادي سموحة بقيادة كابتن طارق العشري، فالتركيبة نفسها لازم تخليك تفكر كتير جدا ان المباراة دي تكون مركز فيها بنسبة 100%. وسام، وخلينا نتكلم عن الهدف القاتل اللي جابه محمد شريف في الدقيقة 96، وانا بالنسبة لي الحاجات اللي زي دي كنا افتقدناها فترة كده، ولكن عدنا مرة اخرى للنادي الاهلي بلس 90. والحقيقه انا لما بحقق الفوز كمشجع بالنسبه لي بتكلم عن نفسي، بنسى اي امور سلبيه، بنسى اي شيء حصل خلال الشوط الثاني، اللي بالتاكيد الجهاز الفني هيكون فيه وقفه مع اللاعبين وهيتكلم بوضوح مع اللاعبين. اما ما حدث خلال الشوط الاول كان فيه فرص كتير جدا نقدر نسجل منها، لكن خليني اقف عند فكره الفوز في الدقيقه 96 والتعامل مع الفوز في الدقيقه 96. انا بشوف ان الطبيعي جدا من وجهه نظري ان يكون في فرحة كبيرة جدا، خاصة ان احنا بدأنا نكتب او نوجه رسالة اننا مش هنعيش سيناريو الموسم الماضي. وعند سيناريو الموسم الماضي انا حابب اقول نقطة مهمة جدا، عشان كلنا ما نكررش الموسم الماضي يبقى لازم كلنا ما نكررش ما فعلناه الموسم الماضي. احنا تعادلنا المباراة اللي امام فيوتشر واللي بالتاكيد كان فيها استرخاء شديد جدا، واتكلمنا هنا بشكل كبير جدا وقلنا ان انتوا قدامكم رساله توصلوها للمنافسين اللي كانت بتبقى عارفه وكويس كويس قوي انها بتخاف تلاعب النادي الاهلي، وجبنا تصريحات لميدو. النهارده بتيجي بتفوز في الدقيقه الاخيره، يمكن الحاجه الايجابيه من المباراه ان انت قدرت تطلع بالفوز، قدرت يكون عندك روح قتاليه لنهايه المباراه وحتى اخر دقيقه وقدرت تفوز. ده نوع من انواع تغيير سيناريو الموسم الماضي، يا ريت نتعامل مع المكاسب احنا كمان كنوع من انواع تغيير سيناريو الموسم الماضي، الا وهو محاوله توفير اكبر قدر ممكن من الاستقرار الفني والنفسي للاعبين والجهاز الفني عشان يقدموا لنا او يتخطوا اي صعوبه ممكن يقعوا فيها. بالنسبه لي انا قلت كره القدم تلعب من اجل الفوز وما زلت مقتنع بذلك. سلبياتنا ومشاكلنا اكيد الجهاز الفني رصدها، اكيد من حق الجماهير تنتقد كما تشاء، ده نوع واضح جدا في اي مكان في العالم. الجماهير لها تحفظات، الجماهير لها بعض الانتقادات، ولكن احنا هنا بنخاطب المسؤولين والمسؤولين عن المنظومه الاعلاميه، واعتقد هنا في النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي بيكون الدور داعم جدا وواضح جدا، وان شاء الله الامور الفنيه هيعالجها مستر كولر، لكن الامور النفسيه دورنا بشكل واضح جدا اننا نبني على الفوز اللي حققناه، وان شاء الله سيناريو الموسم الماضي لن يتغير، كلمه النهايه تكتب والاهلي باذن الله بطل لدوري هذه النسخه. الامور عايزه اراده، الامور عايزه ان احنا نكون نفسنا داخليا عايزين نغير الواقع ده، عايزين نحقق موسم مختلف، عايزين كبرياء البطل اللي هو اصلا من صفات النادي الاهلي ويظل طبيعي من مكوناته اللي بتخليك تحقق هدف مهم جدا وفي لحظه مهمه جدا. على قد ما يمكن الواحد نفسيا ما بقاش يعني بيتاثر بالقصص دي وبقت تبقى صعبه عليه شويه حتى لو في مباراه دوري، على قد ما كويس ان انت في كل الاحوال طبعا بتحتفظ بده وبتحتفظ بارادتك وبتحتفظ برغبتك، وجزء مهم جدا انعكاسه نفسيا ان انت تقدر لاخر وقت تكون عندك الرغبه في الفوز يا اسامه. وزي ما انت كنت بتقول ان علينا كلنا ان احنا الموسم ده ان شاء الله باذن الله نقدر نتكاتف عشان نحقق بطوله الدوري. يمكن شفنا كمان كولر واضح ان هو مذاكر القصه كويس،
واضح ان كولر ما عندوش رفاهيه ان هو يطلع راجل يقول الدنيا ماشيه وخلاص، لا الراجل اتكلم وهو كسبان مباراه الاتحاد ان هو غاضب، واتكلم في بعض النقاط الفنيه، ثم بمباراه فيوتشر اكيد كان تصريحاته كلنا شفناها واستعرضناها هنا وتكراره ايضا للفظ الغضب، واكيد المباراه الاخيره اتكلم عن بعض الامور وبعض النواقص وبعض الامور هو شايفها ازاي. فانا اعتقد الحاجه اللي بتطمني يا اسامه، طالما المدير الفني نفسه عارف القصة ماشية ازاي وواقعي وبيتعامل مع ادواته وبيشوف محتاج يضيف اليها ايه ومحتاج يعدل ايه، ده يخليك انت مطمن غير ما المدير الفني. وفي بعض اللحظات شفناها قبل كده تحس ان اسامة بيكلمك وهو بيكلم الجمهور اكتر منه ان هو مش لامس الواقع ومش لامس النتائج ومش لامس هو محتاج ايه.